أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة اليوم وفي هذه اللحظات المهيبة وهذه اللحظات هنا حيث ينتقل الحجاج في أول أيام الحج المبارك هنا وفي صبيحة هذا اليوم يوم التروية 8 من ذي الحجة لتبدأ مراسم الحج. ومعي هنا في هذا المكان مجموعة من حجاج بيت الله الحرام من مختلف المحافظات وهم يتأهبون للرحيل إلى منى يوم التروية. هنا الحجاج وهم يتأهبون للرحيل إلى منى. سنكون السلام عليكم، كيف أحوالك؟ الحمد لله. اسمك الكريم بس؟ محمد بالعيمة. من فين يا محمد؟ من تريم. من تريم. إيش من وكالة تبعها؟ تيسيرات. لحظات وداع الآن لهذا المكان والانتقال إلى منى، كيف تشعر الآن وماذا تقول قبل الرحيل إلى منى؟ الحمد لله الذي وفقنا على هذا والأمور في نعمة وعافية إن شاء الله، وربنا يتمم الخير ونتمنى كل خير لإخوان المسلمين إن شاء الله. أول مرة تحج؟ أيوه. يعني ممكن يعني هل عندك الآن مثلا رؤية لمنى أول مرة تزورها؟ ما قد زرتها؟ ما قد زرتها. إيش تتوقع؟ اللي يجيبه والله خير إن شاء الله بإذن الله. الجانب الديني هنا والوعظي الحاضر دائما في هذا المكان وفي هذا الركن، ومعي هنا أحد المشايخ الأجلاء، حياك الله الشيخ. سهلا. اليوم هي وهذه اللحظة تحديدا هي لحظات مهيبة، الرحيل إلى هذا المشعر المقدس منى في هذا اليوم أول أيام الحج. ماذا يمكن أن تقولوا من هذا المنبر؟ إن كان من شيء يقال فنرفع شكرنا لله تبارك وتعالى، ونشهد منة الله تبارك وتعالى الذي دعانا إلى هذه المشاعر المعظمة وطلب منا أن نأتي إلى هذا البيت فنحج ونمضي في هذه المناسك التي نسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقتدي حيث قوله خذوا عني مناسككم. فكلنا شعور ومنة بالمنة لله تبارك وتعالى، واغتباطا وفرحة بما من الله عز وجل علينا، وطلبا من الله عز وجل أن يوفقنا لحسن المتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تكون خطواتنا في الحج على قيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. غالبا ما يسأل الحاج خصوصا في هذه اللحظات عن هذا اليوم يوم التروية، فيما كان طبعا زمان كان المسلمون يرتوون في هذا اليوم استعدادا ليوم النحر وأيضا يوم عرفة، لكن اليوم ماذا يمكن الحاج أن يفعل طيلة هذا اليوم؟ خير ما يفعل الحاج هو حسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله في يوم التروية أحرم بالحج فنحن نحرم بالحج، توجه إلى منى وصلى بها ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا، فنحن نفعل هذا. أعظم عبادة لله عز وجل هي عبادة المتابعة لرسول الله، وهي بوابة المحبة من الله تبارك وتعالى. نعم الشيخ، غالبا هنا الوكالات اليمنية وأيضا الحملات، هل من الذين يعني يقصرون الأيام أم أنهم سيكملون أيام الحج إلى يوم 13؟ هذا الأمر راجع إلى الحاج، والله عز وجل خيره فقال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالأمر يرجع إلى الحاج، وغالب الحجيج الذي يحج لأول مرة يحب أن يمكث إلى 13، وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتم الأيام. يتم الأيام. شكرا جزيلا لك. وفقكم الله. والآن نحن في هذه الجولة الاستطلاعية هنا في هذه، نتعرف على اسمك الكريم. علي دحان حزام الموس. من فين يا علي؟ من عمران. عمران. الآن تتأهب إلى منى؟ إن شاء الله. لأول مرة تحج؟ لا قد حجيت من قبل إن شاء الله. معك حد من الأسرة؟ لا. لا بلا لحالي. طيب ماذا يمكن أن تقول الآن قبل أن تتوجه إلى منى؟ نلبي إن شاء الله. لب، خلينا نسمع التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. وهنا أيضا حتى كبار السن الحاضرين، تعرف على عليك يا حاج، اسمك؟ توفيق محمد الزيلعي. من وين يا عم توفيق؟ أنا من دمار. دمار. نعم. رايح إلى منى الآن؟ نعم. أول مرة تحج؟ نعم. أول مرة؟ نعم. كيف وجدت الحج هذا العام، الترتيبات، التنسيق؟ من أروع ما يكون. الحمد لله. هل في عوائق حتى الآن رافقتكم؟ ما في عوائق، ما في. اشتقت كثيرا للحج؟ نعم. الواحد ما يخرج من بيته إلا في اشتياق وفي رغبة للعبادة، وعلى أن يتم حجه كما أمر صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يختلقش من نفسه. نعم. لأنه الاختلاق هذا ينقص لك، ما يزوج. نعم. بعضنا يجتهد
على أساس يشتي زيادة. ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص شيء. ماذا تقول لأهل دمار والمشاهدين الذين لم يحجوا هذا العام ولم يتمكنوا من الحج؟ نقول الله تبارك وتعالى فرض الحج لمن استطاع، فنقول الله يسر أمورهم لكي يؤدوا هذه الفريضة، يؤدوا هذه الفريضة وبتأدية يعني خالصة لله تبارك وتعالى، لحتى لا يقول أنه حاج، إنما يقول إنه عابد. نعم. اتبع العبادة بإذن الله. بإذن الله. حج مبرور إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله ربنا يوفقكم للجميع إن شاء الله. آمين. وشكرا. وشكرا لكم الحجاج هنا من مختلف المحافظات الحاضرين والمتواجدين معنا. معي هنا أحد الحجاج. تعال اسمك الكريم بس. اسمك الكريم. اسم كريم حيم السلمان هادي بن مقشم. من فين بالضبط؟ منطقة حضرموت. حضرموت. أول مرة تحج ولا كنت حجت من قبل؟ أول مرة تحج. أول مرة. الآن رايحين إلى ميناء إن شاء الله. ماذا يمكن أن تقول الآن لكل من يشاهد أهل حضرموت وتريم من هذا المكان؟ إيش تقولهم من مكة؟ نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله كل ما منعه الحج يطلع الحج إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. كل توفيق لكم هنا والحجاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك الكريم ومن وين؟ الحاج صالح كرامة سالم معيلي من محافظة المهرة. من المهرة. مديرية المسيلة. ونعم أصحاب المسيلة. أول مرة تحج ولا كنت حجت من قبل؟ أول مرة حج. معك حد من الأهل ولا لحالك؟ معي أهل. من اللي معك من الأهل؟ معي زوجة وخالتي. الآن رايحين ميناء. نعم رايحين ميناء. ماذا يمكن أن تقول لأهل المهرة ولكل من يتابع الآن في هذه اللحظات قبل الوصول إلى ميناء؟ إيش تقول؟ الحمد لله شعورنا لا يوصف في هذه الأيام الفضيلة وهو الحج. واليوم يعني نزولنا إلى منى يعني بداية الحج يعني. نعم. والحمد لله والخدمات الموجودة لدينا خاصة في المشاعر هذه موجودة، منها يعني خدمات الاتصالات وكذا الخدمات الصحية وكل الأمور. نعم. وجهات الإعلام مكانها من كل النواحي يعني. شكرا لكم. شكرا وحجكم مبرور بإذن الله تعالى. هنا جهود كبيرة وأيضا الحجاج يخدمون أنفسهم بأنفسهم. وهنا معي مجموعة من الحجاج. السلام عليكم. نتعرف. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف أحوالك؟ الحمد لله. نتعرف على اسمك الكريم ومن وين؟ صالح أحمد سالم الحسين من حضرموت السويري تريم. أول مرة تحج ولا كنت حجت من قبل؟ لأول مرة. لحالك ولا معك حد من الأهل؟ معي الزوجة. وأول مرة أيضا؟ لأول مرة. نعم. نتعرف على يعني مشاعركم وشعوركم في هذه اللحظات وأنتم تتأهبون الآن. واضح أنكم الآن سامانكم هذا. نعم الحمد لله. تتأهبون للرحيل لمنى. للرحيل لمنى. نعم. ماذا يمكن أن تقول لكل من يشاهد الآن؟ ما شاء الله تبارك الله. نقول الحمد لله على كل حال. وما شاء الله الدولة ما قصرت المملكة العربية وخدمة طيبة الحمد لله. شكرا لك والتوفيق إن شاء الله. حقيقة طبعا هنا جهود كبيرة والمتواجدون هنا والحجاج الآن ربما في استعداد للرحيل إلى ميناء. هنا مجموعة من حج. السلام عليكم. كيف أحوالكم؟ طيبين. الحجاج بيت الله الحرام. تعرف عليكم ومن وين؟ أنا من الريد الشرقية عوض عيض القرادي. ونعم أصحابي. وهذا هو بيعرف على نفسه. اسمك الكريم. شيخ محمد الشيخ بعباد من الريد الشرقية بدي. من بدش. سياحي. السلام عليكم. القاضي محمد أحمد عوض الجريري. الله. أمين منطقة الريد الشرقية. ما شاء الله. ونايب عقود داخل المنطقة. أول مرة تحجوا لك وحجته من قبل؟ لا قد حييت 2003 أنا. بس آخر حج 2003. 2003 آخر حجة. ومع طلعت إلى هنا؟ لا ما طلعت الماء الآن. ما الذي اختلف بين حجة 2003 وحجة هذا العام؟ فحجة 2003 كانت الحرم يعني ما فيها توسعة كثيرة. أقل التوسعة. والآن ما شاء الله توسعة كثيرة جدا، يعني نشعر بالانتعاش لما ندخل الحرم مع ندري أن حنخرج من أي مكان من الحرم، فهو ما شاء الله يعني أبواب طيبة وساحات جميلة جدا وتوسع أكثر من التوسع في 2003. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أصحاب الريدة، ماذا تقول لأصحاب الريدة اللي يشاهدونك الآن وأيضا كل المشاهدين؟ نسلم عليهم ونقول لهم الحمد خير وفي نعمة والحمد لله والأمور ميسرة والحي تيسر الحمد لله، واليوم متوجهين إلى منى إن شاء الله من مكة وأمورنا طيبة وكل شيء تمام، ونشكر أصحاب الحملات على مقامهم وإجزاكم الله خير ومشكورين. السؤال أيضا لكم هنا، كيف وجدتم الحملات ترتيبها تنسيقها؟
والله الحملات تنسيقها بالنسبة للحملة اللي معانا ناس طيبين ومعاملتهم طيبة معانا وجزاهم الله خير، يعني كل المعاملة طيبة وكل يعني ما في نواقص، كل شيء تمام، كل شيء بالزايد والحمد لله. نعم. وجزاهم الله خير، يعني اصحاب الحمله ما قصروا معانا وناس طيبين ومعاملتهم طيبه يعني بشكل ما يتصور معاه، يعني معامله ما تحتاج ما شاء الله. نعم. نتمنى للجميع حجا مبرورا، وايضا الاخوه الحاضرين معنا والمتواجدين هنا وخارج هذا المكان وفندق الاقامه هنا للحجاج اليمنيين ولهذا الفوج بالتحديد، نشوف هذه الترتيبات الان والتحضيرات التي تجرى هنا. احد حجاج بيت الاحرار، كيف حالك؟ الله يحفظك ويبارك فيك. ايش من حمل معها؟ تيسيرات. من وين؟ من تريم. تريم. نعم. اسمك الكريم؟ عمر سعيد بكوره. واضح انك مشغول ولا؟ نعم شويه كذا في تفويج الحجاج الان. جا باصكم؟ لا، منتظرين الباصات الان، معنا السواقين ناتي بالباصات مباشره الى هنا. تقريبا كم عدد الحجاج اللي معكم في الحمله؟ تقريبا 300. 300 حاج. نعم نعم، 6 باصات. عادها ما جات الباصات؟ الباصات في موقف قريب هنا. تم التنسيق هناك في منالي اماكنهم لخيامهم. نعم. ما شاء الله تبارك الله، امورهم منسقه ومرتبه وربنا يتقبل ويسهل امورهم كامل ان شاء الله. كل التوفيق لكم. امين. يهتز هذا المكان بالتلبية هنا قبل أن يتوجهوا إلى مشعر منى المقدس. هنا حجاج بيت الله الحرام من مختلف الحملات والوكالات الحاضرة هنا في هذا المكان يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه التلبية وهم يتجهون إلى مشعر منى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه اللحظات التي من خلالها يودعون هذا المكان للانتقال والرحيل إلى منى. يا راحلين إلى منى بقيادي، هنا واضحة التجهيزات الآن، الترتيبات، التحضيرات، وكل الحجاج الآن هنا ينتظرون حافلاتهم وباصاتهم التي ستقلهم وأيضا تذهب بهم إلى أماكن هناك خيامهم في منى. واضحة الآن هنا التجهيزات والترتيبات من مختلف الوكالات وكذلك الحملات الحاضرة هنا والمتواجدة. حجاج بيت الله الحرام هنا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسمك الكريم من وين؟ مروان أحمد غيلان الخامري. من وين؟ من تعز. تعز. إيش من حمل أنت فيها؟ تيسيرات. تيسيرات. ما أدري باصكم جا ولا عاد؟ جاي الآن. جاي. جاهزين للرحيل إلى منى؟ إن شاء الله. واسمك الكريم؟ علي أحسن محمد شميلة. من فين؟ لا المهذل. من وين؟ لا من صعدة. حياك من صعدة. أيوة. اليوم هنا طبعاً في هذه الحملة وفي الذهاب الآن إلى منى، كيف شوقك إلى منى ومخيمات منى؟ الحمد لله جيدة وتمام. جاهزين إن شاء الله؟ إن شاء الله كل شيء جاهز بإذن الله. كنا نسمع منكم تلبية جماعية ونلبي قبل الانطلاق إلى منى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية يلبون، وبهذه التكبيرات ستضج منى بالتكبير هذا اليوم وطيلة أيام التشريق الثلاثة. نحن معكم مستمرون في هذه التغطية للرحيل إلى منى. أو ترنم حادي يا راحلين
سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي إن الحمد نعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الشوق أقلقني وصوت سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي يقول لي يا نائما جد السرى عرفات تجلو وصل حجاج بيت الله الحرام إلى مخيمات منى هنا ومشعر منى اسمك الكريم؟ أحمد فريس آل محميد من وين؟ من محافظة حضرموت مديرية القطن يعني تبع إيش من حملة جيتوا؟ حملة رمضان عاشور حياك الله وصلتوا إلى مخيمات منى وصلتم إلى خيمتكم كيف وجدتوا المخيمات وأيضا المكان الخاص بكم؟ ما شاء الله وجدنا مخيمات جاهزة من وإلى مكيفات ماء وغداء وأكل من وإلى جاهزة الحمد لله تناولتم الوجبات حتى الآن؟ وجبات البسط وصلنا الساعة 7 صباحا أول ما بدأوا بنا البسط ما شاء الله وبسطنا وكل شيء الحمد لله وصلينا الظهر ورجعنا وصلنا الغداء موجود الحمد لله من أحسن ما يرام وهنا ايضا من الحجاج تعرف على اسمك الكريم صالح محمد بن جحنان من فين يا صالح من محافظه حضرموت مديريه دوعن من دوعن اول مره تحج اول مره كنت يعني تتخيل وتتهيب الحج بهذه الطريقه هذه الاماكن انت اليوم في منى كيف وجدت منى كانت جميله ما شاء الله وخدمات سيره منهم تمتعنا بها ومشكورين فيها غداء وبسط وامكانيات وسكن رائع ويعني كنا قاعدين صعبه بس الحمد لله طلعت سهله وامكانيات رائعه الحمد لله ايش تقول اصحاب دوعن من مخيم من الان ماذا تقول لهم لكل من يشاهدك كل من يتابعك قول لهم ربي يبلغكم هذا المكان انتم حاجين ان شاء الله امين امين وهنا في هذا المخيم المبارك وفي هذا المشعر المبارك هنا منى في يوم التروية ونسأل الله تعالى أن يروينا من حوض نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نرتوي بشربة لا نظمأ بعدها أبدا وأن يروي أيامنا ويجعل حياتنا جميلة وكل أيامنا سعيدة هنا شرف المكان الذي نقف فيه أما الزمان فيجمعنا بكم لاغتنامه وخيراته العظيمة والوافرة سعيد بكر لقناة حضرموت من مشعر منى المقدس إذا وصلتم سعيد